خلينا بقى نتكلم ونبدأ كده. وامبارح التعادل اللي احنا شفناه وتعادل الاهلي اللي البعض شايفه برضه ليه، طب هو احنا تعادلنا ليه واحنا ما كسبناش ليه؟ على كل حال تعادل هنسميه غير عادل، هنسميه غير متوقع امام النايجر الحرس الوطني. ده كان مع بدايه الموسم القاري، ويعني الاهلي تقدم بهدف زي ما حضراتكم عارفين من ركله جزاء سددها علي معلول، ده كان تحديدا في الدقيقه ال 18، وبعد كده اتعادل الحرس الوطني تحديدا في الدقيقه 74. طيب نتيجة هرجع أقول تاني أكيد أكيد لينا كأهلوية غير مرضية، لكن هنقول حاجة هنا ولسه عندنا يعني مجال نقدر نقول إن إحنا نقدر نعوض في ماتش العودة ده بإذن الله. لكن لو هنتكلم برضو في بعض الحاجات اللي البعض قال لك طب ما إحنا برضو عايزين نحطها في الحسبان، يعني لو هنقول عن حالة الجو، لو هنقول عن الأرض اللي كانت أكثر من سيئة الصراحة، يعني كان حتى الحفر باينة، يعني عايز أقول لحضراتكم لدرجة كمان كابتن سيد عبد الحفيظ بالأمس كان بيتكلم قبل الماتش ان هو عايز عمال الفريق يعني يجوا يحطوا رمل ويردموا ويعالجوا الحفر دي قبل ما الماتش يبدا. يعني شوفوا لحضراتكم لهذه لهذا المستوى او الصوره لغايه هذا يعني المشهد احنا بنتكلم ان هي كانت سيئه جدا. على كل حال لعبتنا سليمه، هو ده اللي احنا نقدر نفرح بيه، او هو ده الشيء الايجابي في الموضوع ان احنا ما عندناش اي اصابات، وهو ده اللي يهمنا في المرحله اللي احنا فيها حاليا. لكن اكيد طبعا باذن الله برضو هنرجع نقول احنا عايزين يكون في لقاء عوده مرضي لينا كاهلاويه، يعني خلاص ما فيش بقى مجال لاي حاجه تانية، احنا عايزين نتيجه تكون فوز، وعايزين فوز يكون غالي كمان ولعب يكون حلو على الارض. لكن نتكلم بقى في مناخ، نتكلم في الكلام ده كله، برضو في ناس بتقول لك مش كل مرة هنقعد نقول حاجات زي كده، يعني أنا مفروض نادي كبير، أنا نادي عالمي، أنا يعني بطل أفريقيا، مش مهم بقى عندي الجو والطقس والحفر والحاجات اللي زي كده. طبعا هي بتعرقل، ولكن مش مفروض هي دي اللي أعول عليها مثلا خسارة أو تعادل أو غيره. نتمنى في العودة إن شاء الله أو في الإياب يكون الموضوع لصالحنا. وامبارح كمان خليني أقول لحضراتكم برضو بما إن احنا بنتكلم عن الطقس وغيره، كان لينا مراسلنا فاروق صلاح طبعا هو مرافق البعثة، كان بيقول ان درجة الحرارة كمان معدية الـ40، وكان في رطوبة صعبة جدا، وده احنا عارفين ان هو بيعمل نقص في يعني الاكسجين في الجو، ده بيأثر بشكل طبيعي على اي انسان، مش هنتكلم عن اللعيبة المصرية بس، حتى انت لما بتطلع حد حتى عفوا من اوروبا او من امريكا وتوديه طقس مختلف تماما، الطاقه بتقل، المناخ بيأثر بشكل كبير جدا على الانسان. فاحنا بنتكلم اللعيبه دول في الاخر بشر، فطبعا كان الوضع سيء او الجو سيء. برضو هرجع اقول تاني مش مبرر، يعني انا بقول لحضراتكم كل اوجه الاوجه اللي طرحت مش بنعوض او مش بنقول مثلا ايه ان احنا يعني حقنا ان احنا نتعادل او نخسر، لا دي ملهاش علاقه، بس احنا بنطرح كل حاجه كانت بالامس موجوده من ملابسات.